السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم سليمان، وأحب أفكركم ما تنسوش تعملوا لايك وشير وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس. الحقيقة يا جماعة، النهاردة أنا حابب أتكلم معاكم مش في موضوع كوميدي، ولكن في موضوع إنساني. حادثة الدكتور اللي رفضوا يدفنوه. وهنا يا جماعة عايز أوجه سؤال للأهالي القرية اللي عملوا الموضوع دوت. حضرتك مواطن زيك زي اللي توفى، دي حاجة. الحاجة التانية، اللي توفت دي دكتورة كانت بتساعد أهلك وأهل بلدك وماتت في سبيل ده بنفس المرض اللي هم تعبانين بيه. تالت حاجة، الأرض دي مش ملكك. يعني أنت مش صاحب الأرض. مش أنت اللي تقرر. مش أنت اللي تقرر مين يتدفن ومين ما يتدفنش. حضرتك مش فوق. حضرتك زيك زي أي حد. ده بالعكس، الدكتورة اللي توفت إحنا المفروض نواسي أهلها، مش نتجرد من الإنسانية ونتجرد من الأخلاق. عمر مصر ما كانت كده وعمر أهلها ما كانوا كده. ولكن أنا حابب أوضح كام نقطة علشان الناس تفهم وتعرف مين هو المتوفي أو إيه الضرر من المتوفي بفيروس كورونا. توفي يا جماعة بفيروس كورونا ما بينقلش المرض أو ما بينقلش الفيروس بعد ما بيموت. لأن فيروس كورونا هو فيروس بيصيب الجهاز التنفسي، يعني طريقة التنقل بتاعه عن طريق التنفس، وبما إن المريض مات فمفيش تنفس، فبالتالي مفيش نقل للعدوى. اللي نخاف منه هو مريض الإيدز، مريض أو أي مريض عامة بفيروس بالدم أو حاجة زي كده، أو فيروس بالجهاز الهضمي. لأنه هيتنقل عن طريق الدم أو السوائل أو الكلام ده. لكن مريض الجهاز التنفسي لما بيتوفى بيه مش هيتنقل. مبدئيا الفيروس بيموت مع موت الخلايا، لأن الفيروس مش هيلاقي خلايا حية يعيش بيها، فبالتالي هيموت. مبدئيا يا جماعة، الفيروس ده ما هوش سوبر هيرو ولا هو باتمان علشان يقعد يطير ويصيب البلد كلها أو القرية كلها. ما بعدين حضرتك انت لما هتيجي تدفن المريض انت هتدفنه بالكفن مش هتلمسه، تمام؟ دي حاجة. انا عايز اقول حاجة كمان، هو كام متوفي مات بسبب مثلا فيروس في الدم او فيروس سي او الكلام دوت؟ كام واحد عملتوا معاهم كده؟ ما عملتوش، عايز احب اقول لكم ان انتوا للاسف مش فاهمين، انتوا مش مدركين نهائي الموضوع يا جماعه. مش كده، لما بتعملوا كده مع الدكاتره اللي بتساعد اهلها واللي واقفين جنب اهل بلدهم وتعبانين، تعبانين بمعنى كلمه تعبانين، الجيش الابيض فعلا 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 تعبان، علشان نقف ضدهم الوقفة الغير متحضرة والغير إنسانية بالمنظر ده. لو جم هم قالوا إحنا مش شغالين طالما اللي بيموت مننا بتعملوا معاه كده، هتعملوا إيه؟ حد يقول لي هتعملوا إيه؟ ولا حاجة، هنجري والنبي تعالوا يا جماعة. لو سمحت افهموا 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 إن دي روح بشرية بتضحي بحياتها من أجلكم. شكرا.